انبس البز اليوم بما انه في تونس الكل ما قعدت حد ما نبرتش عليه قلت ندور على رويحتي تي على روحي انبس انبس في البز اليوم عندي ليكم الخير والبركة. هاني نقول لكم البز اليوم قدمها ونعتزل على ما شفت وعلى ما سمعت. يزي بصراحة يزي اليوم آخر حلقة بعد هذا ما عادش نلقى شيء. ما عندي ما نقول. في البز اليوم باش نمشيو مع بعضنا للمدينة الفاضلة. ما نجم نحكي كان على الحدث التاريخي اللي صار البارح بامتياز وهو تدشين سيادة رئيسنا المفدى. نحكي لكم على الشيخ عبد الفتاح مورود. قلت نسيب شوية جماعة الحكومة والائتلاف الحاكم ونتلفت شوية للمعارضة اللي هي بيدها تحمد في ربي. في البز اليوم نحكي لكم شوية سياسة. اليوم البوز باش نخصصها للرياضة في تونس وخارج تونس. البوز اليوم نبداوها من ثلاثوات الوطنية اثنين وخيتي بس عبالك وصلها في الناس وانت ما عندك كان هالكلمتين تبدأ بيهم الخدمة في البوز اليوم في البوز بدل شوية اللطف تبدي نسروش فيه راحة وفي بالكش عواشرة وشو مليحة تقطيع والتريش والتنبير على الناس. ياي نحكي لكم على أنس الحطاب النائبة متاع المجلس النواب اللي نائبة عن نداء تونس. هي ناس خايب عبد الرزاق الشاب اللي يحكي مش عايش عطية هكا عاملة روحها شبيك عاملة روحك هكا بيت عمي. يبدو أنها وفيت عليها الخدمة في مجلس الشعب قام استقبل الوفد النمساوي الرسمي مش تربحوا مرسدس يا ربي عليك الوفاق دي البلاد كاملة قايمة على الوفاق قايمة على النفاق. بنيت عمي ظهر اللي فيك انت ماكش فاهمه ما عشكم شي كاورو الكلوب هذيك اللي يقولوا عليها العقليه الاساس هي حاجه اخرى. انت ظهر فيك ما تفرقش ما بيناتهم الزوز ما خيبك يا صنعتي عند غيري قالك تنبر على الناس كل هي ناقصه عاده اطلع ثيم وذهبين الشيره والاغلاط والضمير الزايد يزي بركه يزي كثرت لها ولحيت لها لا خليت سياسيين لا فنانين لا رياضيين لا اعلاميين لا مانعين منك لا سالمين حتى المواطنين اللي هبط فيديو لا ترحموا تقيلو واش هلا لا واش تسخير روحك بالك ما تغلطش انت وبطبيعه على ما هي فيما وتبركل عليها كانت كل ما تختم البوس تعطي للشعب نصيحه. ايجي نقول لك حاجه ايجي نصيحه مني ليك اختك راني اختك احسبني كي اختك نصيحه مني ليك بدل اللي عملت في الفورماسيون يا عايشه يا اختي عدز هذه جمعه اخرى نلقاوك في ديمونش حنا بعد وقتها تشكرنا بعث القناه راك نائبة متاع مجلس نواب الشعب ما هذه الرداءة بحق السماء ومن بعد تخرجونا وتقولونا احنا نواب كل التونسيين تونسيين ماذا ايها الابلة مش نوع هالدمار يا ربي هذا يخدم في هيئة مكافحة الفساد وطلب 10% رشوة كان جاي يخدم في الديوانة ما لاش يعمل يطلب يكتبوا هيلو باسمه ما هذا يا إلهي ما هذه الرداءة شنو هاللي عقل اللي عندك يا وخايا البحث قال وانت تعاود هذه هي بقر الله صرح فيك يا زرع الله يبارك في ترابك يا تونس جبتي جو بلوغ ما فرانس هذه هي كفاءتنا بالخارج حاجة من الاثنين يرجعوهم يرحلونا اي لكن جي فالح راه وجيت البارح بنيت عمي راك كل نهار تزيد عقيدة نصيحة مني قصها البوس خاطرها بدات تأثر لك على مداركك العقلية وستر الله ولا تعرفوش كيفاش هاي مني ليك عطلة وقتية فمشي ما ترجع ربي شوية وتشد الثنية.